السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدي هذه الحلقة استكمال الحلقة الماضية اللي شفنا بها طريقة تركيب الهاردوير لمحطات تحكم عن بعد من شركة سيمنز الـ ET200. بهاي الحلقة راح يكون عندنا هنا PLC اللي هو 3152DB، البارت نمبر مالته 3152AH14 والفيرشن 3.3. عندنا بي سي ادابتر هذا هنا للبرمجة، اوكي. طبعا هذا البي ال سي بي بورتات اثنين اللي هو الدي بي الام بي اي والدي بي، اوكي، مثل ما جاي نشوف الان مربوط كيبل للام بي اي للبرمجة. وعندي محطة ET200L SC وهذا البارت نمبر مالتها 1BL11. الادرس الان اللي موجود هذا طبعا البورت البروفي باس دي بي بورت، وهذا الادرس هنا تغيرها بالدرنفيس هنا هسه الان هي معيرة على الخمسة، يعني الادرس مالتها خمسة بالبروفي باس. عندي محطة كذلك اخرى اللي هي هذه ET200S، هذا البروفي باس دي بي بيها الباور موديل، والادرس مالتها هنا من الدب سويتش تعينه اللي هو 4. ما يصير تحط الادرس متكرر في الشبكه مالتك، لازم يكون ادرس مختلف. اول شيء راح اجي اكشف البي ال سي، اكشفه من هذه نانا، هذا الايكون انقره ديسكفر، واشوف البي ال سي مالتي الان اللي هو الام بي اي مالته ادرسه 2، اوكي. رايت كليك بي ال سي موديل انفورميشن، طلع لي هسه هنا البيانات مالته، البارت نمبر اللي هو 2AH14 وفيرجن 3.3. اوكي، هنسوي البروجكت ونشوف طريقة التعريف. اخذ نيو بروجكت، هنشيل الكاميرا هسه الان مؤقتا، اسمي البروجكت ال ET200 stations، اوكي. الآن رايت كليك انسرت سيماتيك 300 ستيشن، افتحها هاردوير، اول شيء اضيف الراك. الراك اقدر اضيفه بطريقتين، انقر بهاي النقطة باليمين وانسرت اوبجكت، S7300 الراك ريل ضاف لي اياه، او اقدر اجي من هنا سيماتيك S7300 والراك واضيف الراك من هاي النقطة، اوكي. هسه الان الراك موجود، اقدر اضيف الباور سبلاي اذا اريد. بالنسبة للS7300 تريد تضيفه او ما تضيفه ماكو مشكلة، الباور سبلاي ياخذ بالراك السلوت رقم 1. ضفت هذا الباور سبلاي، الان اضيف السي بي يو مالتي اللي هو 3152 DB ورقم 14 والفيرشن مالته 3.3، اضيفه بالراك سلوت 2. الادرس البروفي باس ادرس 2، واضيف النتورك بروفي باس نتورك، اوكي. الان صار عندي نتورك، وهذا هسه اجي للبي ال سي هنا للكلوك ميموري، والكلوك ميموري اخليه على الميموري بايت زيرو. كلوك ميموري هو النبضات، يعني النبضات اللي هو 1 هرتز ونص هرتز، وهذه يضيفها لك حسب البت، راح نستفاد من عندها بعدين بالاخراج. نقول له اوكي. هسه مثل ما نشوف البي ال سي، شوف شلون اخلي اطلع الكاميرا، هذا هو الان عندنا البي ال سي. شوف الان اللي هو الباس فيلر والسيستم فيلر، راح احمل هاي البرنامج مالتي
داونلود تو موديول واقول له اوكي وفيو طلع لي البي ال سي هسه اقول له اوكي راح يبدي يحمل اوكي شغله يس شوف هسه راحت الايرور اوكي هسه شغال البي ال سي بس هسه بدون الستيشنات هسه نضيف الستيشنات خلي نربط البروفي باس كيبل هذا هو البروفي باس كيبل طبعا كل كونكتر هنا اكو بي ريزيستر هذه تيرمينال ريزيستر بداية اللاين ونهاية اللاين لازم تكون ريزيستر اكتف على مود يصير التواصل موجود اوكي فاخذ النقطة الأولى اللي هو هذه راح تكون اون واركبها بالبي ال سي بهذا الشكل بالبروفي باس دي بي اجي للنقطة الثانية هسه اذا عندي ستيشن واحدة فقط اخليها اون اوكي اخليها اون اذا عندي ستيشن واحدة فقط واركبها هنا مثل ما قلنا الادرس لهذا الستيشن من السويتشات هنا معين على الرقم 5 خليها اوكي نشوف هنا أنا هسه هو مطينا بروفي باس الاحمر شوف شلون ايرور والاخضر يعني بروفي باس فيلر يعني اكو خطا بالبروفي باس اوكي هسه اضيف المحطه خلنا نشيل الكاميرا على مود تصير عندنا الشاشه واضحه اضيف المحطه من البروفي باس دي بي اذا كانت بروفي باس او بروفي نت احنا الان بروفي باس بروفي باس دي بي اي تي 200L اي تي 200L الاي تي 200L عندي ال ال اس اشوف البارت نمبر اللي عندي اللي هو 1BL11 1331BL11 ها هي المحطة أضيفها أشيلها وأضيفها على اللاين هذا البروفي باس ديب اللي أنا سويته أوكي هسه هنا أنا يقول لي الأدرس مالتها ايش قد أقول له 5 أوكي لأن هي معينة بالسويتشات الدب سويتش أو السلكتر سويتش على 5 أقول له أوكي ضافها إلي هسه شوف هذه المحطة اللي هي 16 ادخال 16 اخراج نشوف هنا الاي ادرس الادخال اوكي اللي هو 0 و1 والاخراج 0 و1 اوكي الادرسات مالتهم بعدين راح نشوف بالبرنامج هسه ابدي احمل خلينا نطلع الكاميرا على مود نشوف اثناء التحميل شنو راح يصير بالايرور هذا اللي هو بروفي باس ايرور اللون الاحمر اللي هو هذا هنا اوكي يشتعل وينطفي احوله للبي ال سي البرنامج مره ثانيه واحمله لا اوكي يس شوف هسه اختفى ليش اختفى؟ لان هسه تعرف البي ال سي على المحطه صار تواصل اوكي زين هسه خلينا نسوي لنا برنامج بسيط نخزن هذا الكونفجريشن مالتنا اوكي ونسد هذا نسوي برنامج بسيط نروح على البرنامج مالتنا نسوي برنامج نطلع اخراج احنا خلينا الكلوك بالسي بي يو على ال 0 ام 0 او ام بي 0 اوكي انا راح اسويها موف هسه اوكي بس ام 0 0 خليها ام 0.0
نعم 0.1 أو سوري خليها 1.0 أم 1.0 أم 1.0 أوكي وهنا أنا move move اللي هو ام بي 0 البايت 0 اوكي اطلع على اليمن على الاخراج كيو بي 0 اوكي هسه نسيف نحول للبي ال سي برنامج مالتنا نخلي مونيتور و اون اوكي هسه الان شغال المونيتورنج مالتنا فنشوف هنا نطلع الكاميرا اوكي لنا ادخال واخراج احنا اوكي هسه هنا أنا فقط هذا راح افعله على مود يحول ال modify to one شوف شلون الان طلع على الاخراج هنا أنا. اوكي هاي طبعا كل وحده من عندهم تردد من 8 بت كل وحده بتردد مختلف اوكي وهكذا شوف شلون اوكي هسه خلينا نضيف بقى محطه اخرى نوقف المونيتورنج ونضيف محطه اخرى المحطة الأخرى راح نضيفها اللي هي الـ ET200 العادية هذه الثانية نطلع الكاميرا هذه المحطة الثانية بس أربطها للباور سبلاي أوكي ونضيفها نعطيها باور اوكي هسه اشتغلت هنا أنا عندي نفس الشيء ايرور جاي شوف لانه ما مربوطه اربطها للكيبل هسه الترمينيتر هذا لازم اسوي له اوف واخليه اون بالثالثه هاي راح تكون هي اخر محطه نربطها هنا أنا. مثل ما قلنا الادرس مالتها 4 شوف هسه ايرور صار شوي خربطة بس اوكي صارت فرصة العملية طلعها من هنا من هنا اوكي مكان شوي ضيق بس اوكي اوكي اروح اضيف من الهاردوير اروح للهاردوير و ET200 اجيل الدي بي هنا ET200S اللي هي الستاندرد مالتي واشوف البارت نمبر مالتها اللي هو 1AA02 هذا هو البارت نمبر مكتوب عليها 1AA02 هاي 1AA02 اسحبها واضيفها على اللاين شوف شلون واعطيها الادرس مالتها اللي هو 4 اقول له اوكي زين شنو بها هاي بها فقط الباور الباور رقمه 4CA01 4CA01 اضيفه اوكي هسه نطلع الكاميرا هسه ما محمل هو بعد الايرور موجود شوف شلون الايرور بعده موجود هسه احمله للبي ال سي البرنامج اقول له اوكي فيو هسه حملناه
شوف الايرور اختفى الان. اوكي الايرور اختفى، اليوم بدا التواصل ويا المحطه موجود. اوكي وجاي نشوف محطتنا الثانيه لا زالت شغاله اوكي اذا كان بها هنا كارتات ممكن انا اسوي اخراج عليها. وهكذا اضيف كل المحطات بنفس الطريقه هذه. اوكي اذا كان اكو محطه ثالثه رابعه خامسه وهذا. طبعا هذا الكيبل مثل ما قلنا ممكن يكون مئات الكيلومترات حسب السرعه، مئات المترات العفو حسب السرعه، وممكن يكون بالكيلومتر تضيف اذا مسافه ابعد تضيف ريبيتر. اوكي اللي هو يزيد لك المسافه، وكذلك ممكن تخرج من عنده محطات فرعيه الريبيتر.